النهاردة هنتكلم على جرينيوم أو الخبز الأفرنج زي ما بيقولوا هنا. خبز الأفرنج ده من أجمل النباتات المزهرة اللي بتطلع على أول الربيع كده في مصر. الخبز الأفرنج ده أو الجرينيوم، مشهور بالجرينيوم، طريقة الاعتناء بيه أهم حاجة إن هو إيه، يجف تماما وبعدها يتسقي. يعني عشان نتأكد من الكلام ده من إيه، نحط صباعنا جوه كده نحس لو التربة لسه مبلولة ولا لأ. لو هي لسه مبلولة ما نسقيش، دي أفضل طريقة. عشان أكتر سبب بيموت منه الجرانيوم هو عفان الجذور، اللي هو سببها إصابة فطرية في الجدر بسبب زيادة الماء. الجرانيوم ده فيه 100 نوع، 100 لون. ال اسمه ايه، 100 لون، منهم الاحمر مثلا والفوشيا الفاتح، وده وفي ابيض طبعا. الجرينيوم دي نفس نبتة الخباز، بس هما ايه اشتغلوا عليها في هولندا، وايه ابتدوا يعملوا اصناف جديدة ويهجنوها. ديت اسمها انتر سبيسيفيك جرينيوم. انتر سبيسيفيك جرينيوم دي هجين بين الاي في جرينيوم والزونال جرينيوم، بس الورد الكبير ده يعني دوت من الزونال جرينيوم. وطريقة اللي اسمها ايه التدلي دي بتاعت النبتة هي طريقة الاي في جرينيوم. ديت اهم حاجة بس في الاعتناء بتاعها برضو، ان اي ورق ميت زي كده يتشال، عشان ده اهم حاجة ما يبقاش لمس التربة، عشان لما بيلمس التربة بيسمح مجال للفطريات والكلام ده ان هي ايه تدخل النبتة. فأي زرعة أي ورقة بتموت لازم ايه تتشال. ونفس الفكرة برضو في الزهور. اهو زي كده بيترم. بس الورد الجديد ده كل واحدة من دي وردة. يعني في ناس تفتكر ان كل دي وردة، لا، دي كل واحدة من دي وردة. دي لو تلقح بتعمل بذور زي البسلة كده، وبعديها ايه بتقع بقى وتنتشر. طريقة الاكسار بتاعتها زي ما قلت عن طريق البذور او العقل، بس افضل طريقة عشان عن طريق العقل، عشان العقل بتضمن انك تحفظ الجينات بتاعت النبتة، عشان تبقى النسخة للنبتة الأصلية. يعني تبقى نفس طريقة النمو ونفس الورق، نفس الورد، نفس اللون، حتى كله بيبقى نفس النبتة الأم، عشان انت أخدتها من نفس الزرعة. أما عن طريق البذور بيبقى فيه زي كده ما باباك ومامتك بيخلفوا حد، طبعا انت مش شبه أبوك بالظبط أو شبه أمك بالظبط، بيبقى ايه فيه اختلافات. نفس الفكرة بالبذور بالظبط. الجرينيوم دي بيرينيال. يعني ايه بيرينيال؟ يعني دائمة القدرة. دائمة الخضرة بالإنجليزي يعني perennial. في عكسها بقى annual. annual ده يعني موسمية، دي مش موسمية، دي التزهير موسمي، بس النبتة نفسها ما بتموتش مثلا في الشتاء، بتفضل عايشة بس ما بتطلعش ورد، فالتزهير موسمي. أما النبتة نفسها بتفضل عايشة. في ناس كتير قوي لما الورد بيروح بيرموه، لا، ديت بتكمل. يعني هي بس هي بتظهر بس في الصيف والربيع والخريف، الشتاء بتقف تزهير. طبعا بعد كل فلوش زي ما بيقولوا ورد لازم ايه تتنضف ويتشال، زي الورق اللي تحت زي ما قلت، الورق الميت زي ده كده ويتشال، والورد طبعا يتشال. اما انتوا ده لو مش عايزين بذور، لو عايزين بذور طبعا سيبوه. طبعا ديت لما تتشال بتنزلوا تحت خالص لحد الساق، لحد الساق، وبعدها بتقطموا من تحت هنا، من تحت هنا كل الورد. بس دي الجيرانيوم. دي في هولندا زي ما انا قلت، يعني هما بيهجنوها وبيطلعوا اصناف جديده كل سنه، يعني عاملين بيزنس عليها. في اوروبا بيستخدموا الحاجات دي في الهانجنج باسكتس او الاثار اللي زي دي كده كتير. فيعني هولندا بالذات من اكتر الدول اللي بتشتغل على الصنف ده، وبتنشره يعني بتبيعه لكل اوروبا.
فيعني بيزنس، ده بيزنس عملاق جدا هناك الجيرانيوم دي. وبرضو الورد البلدي اللي هو الروز وال يعني الحاجات دي كلها هولندا بالذات معروفة بالأصناف دي. بس الزرعة دي طبعا يعني محتاجة على الأقل 5 ساعات شمس عشان تطلع الورد ده كله. لو قللته عن 5 ساعات مش هتموت الزرعة، بس هي نسبة التزهير هتبقى أقل. هتلاقي بس ورق أخضر كده كتير. طبعا اللون ده طبيعي البني ده، أو زي ما انتوا شايفين كده، ده طبيعي. كل ما زودتوا الشمس اللون ده هيظهر أكتر، ده طبيعي، ده مش أي إصابة ولا أي حاجة. إيه كمان أهم حاجة، بس إن هي تسيبوها تجف وتحطوها في حتة فيها شمس بس. بس هي نبتة تانية سهلة أوي الاعتناء بيها، ويعني مش محتاجة حاجة جامدة يعني. وطبعا دي تسميدها يا إما NPK وكمبوست، يعني كومبوست و NPK. وطبعا البوتاش أو بوتاسيوم سلفيت يتحط برضو وكده. وطبعا لو عندكم يوريا يعني ما فيش مشكلة، هي زرع يعني جميلة يعني سهلة. بس لو عايزين تزهير يبقى جيبوا سماد NPK يبقى عالي في الرقم التاني والتالت، عشان الرقم التاني والتالت بيبقوا ايه، بي كي يعني هو ان بي كي، ان للنيتروجين، بي في للبوتاسيوم، لا لان البي للفوسفورس والكي للبوتاسيوم. الرقم التاني ده الفوسفورس ده هو اللي بيطلع الازهر، فزودوا النسبة بتاعته. النيتروجين انتوا مش عايزين ورق، يعني لو عايزين النبتة تكبر اكتر استخدموا النيتروجين، بس يعني لو عايزين زهر فوسفورس وبوتاسيوم يبقوا عالين. بس زي طبعا في كذا صنف ليها، في اللون ده والاحمر والفوش الغامق ده، وفي ابيض، في حتى اللون اللي ايه البيربل ده جميل برضو. يعني نبتة جميلة جدا، بس محتاجة ايه شوية اعتناء يعني في تنظيف وكده. بس دي هنا انا عاملها في قصرية زي على سبايدر بلانت هنا تحت، وكان حمرا، وهنا ايه كوردلاي. بس وفي تحت ورا هنا سانشيزيا، بس دي لسه قدامها شوية. بس دي كده الجيرينيوم او الخباز الافرنجي. الفيديو بقى الجاي هبقى اوريكم طريقة اكسارها. طريقة اكسارها سهلة جدا يعني، مش محتاجة يعني تعب، هي بس ايه عن طريق العقل زي اي زرعة تانية. بس هقولها لكم في فيديو تاني عشان الفيديو ده طول. بس